يقول السائل: ما حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن في الصلاة وخارجها؟ لا يجوز هذا، الحركة عند تلاوة القرآن أو عند استماع القرآن الحركة منهي عنها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإنصات قطع الحركة، الإنصات قطع الحركة، لأن الإنسان إذا تحرك انشغل، فهو ينصت بمعنى أنه يستمع بأذنيه ويسكن في جسمه ولا يتحرك، ليكون هذا أبلغ في تدبر القرآن. هذا من ناحية. الناحية الثانية: ذكر أن التمايل عند تلاوة القرآن مأخوذ من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يتمايلون عند قراءة التوراة والإنجيل، ونحن منهيون عن التشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.